كيف الرواية تقول عن النبي صلى الله عليه وآله أن الشمس لا تكسف لموت أحد، وعندنا روايات مستفيضة في كتب الفريقين أن الشمس كسفت لمقتل الحسين سلام الله عليه، مو بس كسفت، يقولون حتى اظلمت السماء فبدت النجوم في النهار. النجوم متى تطلع؟ مو في المغرب، الليل يعني تتوضح النجوم عادة لما يصير الظلام قوي. يقول حتى بدت النجوم في الأفق، وهذا كان وقت صباح ظهر شمس. آيات كثيرة، مثلا 40 يوم هناك حمرة في السماء، تشرق الشمس حمراء وتغرب حمراء، ما رفع حجر إلا ووجد تحته دم عبيد. كيف كسفت الشمس للحسين والنبي يقول الشمس لا تكسف لموت أحد؟ الجواب، التفتوا جيدا إلى الجواب. الجواب الأول، الشمس لا تكسف لمجرد موت إنسان حزنا أو فرحا، لا، لكن قد تأتي ظاهرة كونية تكسف شمس غضبا لفعل قوم. النصوص جاية في بيان آثار حصلت في الكون لمقتل الحسين، مو لكونه إمام قد قتل، عفوا إمام قد فارق الدنيا، لا. النبي صلى الله عليه وآله فارق الدنيا، ما حصل كسوف، وإنما هذا الكسوف لاشتداد غضب الله على قوم قتلوا سيد شباب أهل الجنة. إذن هذا مظهر غضب، والآيات الكونية تصير إذا أراد الله أن يظهر غضبه. نعم، أرسل ريحا صرصرا على عاد وأرجف الأرض على ثمود، هذه مظاهر غضب. هذا جواب رقم واحد. الجواب الثاني، أن الذي حصل هو أثر للكسوف، لا نفس الظاهرة الكونية للكسوف. يعني الناس رأت الشمس كسفت، ما الذي حصل؟ حجب الله عنهم نور الشمس. الآن بأي طريقة؟ بالكسوف الذي هو أساسا العلمي الطبيعي الكوني، أم أنه بشيء أثره كان كسوفا؟ ربما كان بظاهرة أثرها ما يراه الرائي بعد أثر الكسوف، فإنه في الكسوف الكلي تحجب الشمس، وهذا أثر من آثار الكسوف قد حصل، بل هو أعظم من الكسوف، فقد ظلمت السماء. تقول الرواية، وفر القوم رعبا من عند الحسين حتى ظنوا أن عذاب الله قد نزل عليه.